أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أسأل علينا بعض مسائل في الزكاة، فقد قرأنا وسمعنا في زكاة الزروع ما يلي: إذا حصد الزرع وصفي الحب أخرج زكاة الموجود بعد أخذ مؤونته وعياله للسنة المقبلة، كيف يكون حساب ذلك؟ هذا غلط، ما يأخذ للسنة المقبلة، يجوز يأخذ مؤونته وقت الحصاد، يعني يترك للشيء يأكله وقت الحصاد وقت وقت الزراعي وتحصيل الحبوب أو التمر، يأكل في هذه الفترة، أما أنه يأخذ قوت سنة لا. والزكاة تجب إذا سد الحب وبدأ صلاح التمر، وجبت الزكاة في ذمة صاحب المزرعة أو صاحب الأشجار، ولكن لو تلفت قبل التمكن من أخذها فإنها تسقط عنه، لا يستقر الوجود إلا إذا حصد الزرع وجد النخل استقر الوجود فيها، أما لو تلفت بعد بدو الثلاث ولم يتمكن منها فلا زكاة فيها حتى يؤويها الجليل، يؤويها الجليل بعد الحصاد وبعد الجبال، حينئذ يجب عليه إخراج الزكاة.